عقب ما طلعنا من سجن جو لأول نقطة وصلنا فيها طبعا كلنا في حالة ارتباك، يعني احنا الحين في مرحلة الخطر، يعني حتى لو وصلنا على قولة المناطق البحرانية بس الحين احنا في وضع خطر، يعني يمكن نصرتنا الكاميرا ويمكن نصروا السيارة. احنا لما دخلنا أول بيت احنا ظلينا مستعدين، يعني ظلينا مستعدين كامل يدنا على الزنار، يعني يمكن ننتظر أي وقت البيت يتداهم، والكل يعرف ان لو البيت تداهم يعني هم ما بيجون ياخذونا بدمبار يعني. فاحنا كنا ناخذ توصيه الشهير قارض الغسرب ان احنا من قبل لا نهرب قبل لا نتحرر من السجن، يقول ان احنا السجن ما نرجع، بنقاوم لاخر نفس. فلما دخلنا المنزل واحنا قعدنا يعني بربكة، الشهيد اول ما وصل دخل تمسح فرش السجاده وقام يصلي بكل طمانيه يعني، وهو كان متفائل من قبل العملية ولما طلعنا.